في هذا الفيديو هنتكلم عن أهم جزئية بعد تنفيذ المشروع وهي الصيانة. الصيانة أهم جزئية تبدأ بعد انتهاء المشروع وتظل قائمة إلى نهاية المشروع أو الاستغناء عن المشروع. الصيانة تعتمد إدارياً على الأنشطة اللي هي تحدد الحفاظ على جودة وفعالية المنتج. من الجهة الأخرى بتعيين وتوظيف الإدارة اختيار الكفاءات لقيام بإنجاز المهام المتطلبة بكل نشاط. تمام؟ فالكادر الموجود كادر تنفيذي سواء كان من الفنيين أو الآخرين أن هم عندهم الاستطاعة للقيام بالمهام المتطلبة في الأنشطة اليومية الشهرية إلى آخره. طبعا قياس مدى إنجاز المشروع بشكل كامل يعتمد على استقرار التطبيق والنظام والبنية التحتية حسب حجم المشروع. إذا كان المشروع صغير فأنت استقرار التطبيق فقط، إذا كان حجم المشروع متوسط فأنت التطبيق والنظام، إذا أنت في حالة أكثر من تطبيق. إذا كان ثلاثة المراحل التطبيق والنظام والبنية التحتية، إذا كان مشروع فخم. فالإنجاز هنا يعتمد حسب استقرار ثلاثة المراحل من عمق المنتج، وهذا هو ينعكس دائما على الإدارة في الأنشطة وعلى التنفيذ في المهام. إذا كانت الأماكن هنا مستقرة فالأنشطة والمهام تكون إنجازها مستمر، وبالتالي ينعكس على التطبيق ومدى إضاءتك عليها.